يسعد صباحكم مشاهدينا، اتمنى لكم بدايه يوم حلوه وموفقه. نرحب بكم بحلقه جديده من نور العيد، وللاسف باخر ايام عيد الاضحى المبارك. الايام مرت بسرعه ديما، بسرعه بس كانت ايام حلوه شويه، اكو حر ولكن ايام يسعد صباحك ايوه يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. نطل عليكم بساعه ونصف من الان مواضيع كثيره ومتنوعه تخص العيد، وكذلك راح يكون عندنا تغطيات وتقارير بكافه المحافظات على مود ننقل العيد بكافة محافظات العراق. وكذلك إذا تريدون تهدون هدية رح يكون عندنا موضوع خاص عن اتيكيت إهداء الهدية، وأكيد ما رح يخلى اليوم بدون ما نسمع إلى أشياء طربية وأشياء جميلة تناسب أيام العيد، ولكن دائما نبتديها بآخر الأخبار. مشاهدينا البداية من الاقتصاد، حيث أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق احتل مرتبة متميزة بمجموعات دولية تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية، مما يجعلها في مأمن من أي مخاطر مالية دولية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي أشاد كذلك برصانة النظام المالي والمصرفي. نعم ذلك، وأن آليات الإصدار النقدي تعود من اختصاصات البنك المركزي العراقي الحصرية لكونه بنك الإصدار استنادا إلى قانونه رقم 56 لسنة 2004، فضلا على أن ما ينشر هنا وهناك عن مشاكل في السيولة النقدية بعيد كل البعد عن الأساس المؤسساتي للسلطة النقدية في العراق. مشاهدينا إلى ملف الطاقة، حيث تعتزم وزارة الكهرباء نصب محطات متنقلة لفك الاختناقات في 5 مناطق في بغداد، فيما أشارت إلى أنها وضعت خطة لتأهيل وصيانة شبكات الكهرباء وفك الاختناقات. نعم، وبحسب بيان للوزارة فإن وزير الكهرباء زياد علي جدد التأكيد على جميع المسؤولين بالنزول الميداني مع فرق الصيانة ومتابعة الأعطال، مشددا على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين لا سيما في أوقات الأعياد ومضاعفة فرق الصيانة العاملة في الوقت الحالي. مشاهدينا وإلى الديار المقدسة، حيث حددت وزارة النقل موعد بدء التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، فيما أشارت إلى تحقيق أرقام قياسية في عدد الرحلات الجوية. نعم، وقالت الوزارة في بيان إن مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين سجل أكبر عدد من رحلات جوية خلال 4 أيام بدءا من يوم الجمعة الماضية وحتى أول أمس الاثنين. مشاهدين إلى حالة الطقس، حيث أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة مصحوبا بأمطار في المناطق الغربية والشمالية. نعم، وقالت الهيئة في بيان تلقته أن طقس يوم الخميس سيكون صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة. وأشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة المقبل سيكون حارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية. يعني هذا كان آخر خبر عن الحرارة، في أمطار ولكن الحر حر قاعد توصل يعني 50 اليوم وتتعدى. اتابع بالتعليقات الناس اللي هي تتعلق على الحراره ببقيه المحافظات، يقولون انه البصره اكو بعض محافظات اشد حراره من عندها اللي هي الناصريه وميسان. شوفي احنا راح نشوف هذه الامور ونكون بشكل مباشر، يعني راح تكون عندنا من البصره تحديدا، ولكن احنا اليوم راح ننتقل الى نشوف محافظاتنا بشكل عام. وتعد المنتزهات والحدائق العامه من اكثر الاماكن اللي يمكن يرتادوها العوائل في ايام العيد، وحتى رغم ارتفاع درجات الحرارة ولكن هذه المتنزهات لم تخلو من العوائل في الأوقات المختلفة من اليوم. الزميل حمزة الأسدي عدلنا هذا التقرير، خلينا نشوف عن احتفالات العوائل واستقبالهم للعيد في محافظة واسط.
الخطط شو مقرر يعني هاي الايام الجايه؟ شو مقرر وين تروح؟ ايام العيد؟ والله وجبة مؤسسة المدينة، وجبة مؤسسة ترى غصب عنه، مو بكيفي. جابهم غصب، ليش جابهم غصب؟ هي المرة بعد ودول الجهال. زين هو ليش دائما الاب ينزعج من هيك طلعات يعني؟ ما له خلق، هو يجي تعبان وين تطلع العيد حتى اللي في راسه وينام. زين. ويجونك دول الجهال ما تقدر تكسر بخاطرهم. طيب انت اليوم مقرر انه تقضيه بمدينة العاب ويا الاطفال، باكر وعقبه وهذا ايش راح تسوي؟ باكر لازم اوديها لاهلها. همين يعني؟ عقبه بعد ما ادري لازم اللي في راسه وينام بعد. الأجواء حارة يعني وين تقضي العيد؟ بالمرتبة الأولى الأهل طبعاً، معايدة الأهل والأقارب والأصدقاء. أنا بحكم عملي كخطاط ورسام أزين سيارات أعراس بالعيد وإعلانات وقطع تفتحوا أداهم. من أول واحد عايدت بالعيد؟ عايدة أهلي. عايدة أهلي بالعيد. زين أنا شفتك هنا أنه أنت مهتم بالرسم وهيك شيء. أنا فنون جميلة خريج البصرة، مدرس التربية الفنية، أدرس بإحدى مدارس الوريجات هنا أنا أداوم مدينة الألعاب مسؤول الإذاعة. بالمرتبة الأولى المفقودين الأطفال، ترتيب المدينة، ترتيب الصور، بالإضافة إلى رسم الوشم. أولا مبلغ رمزي كل الزهيد والماء عنده مو مشكلة، وإدخال البهجة والصور بنفوس الأطفال. زين أنا يعني أرد أسألك، العيد هاي الفترة يختلف عن العيد الماضي؟ يعني طبعا أشوف طبعا العيد مو يختلف عن العيد القبلة والقبلة والقبلة، كل سنة له ظروفها المعينة. العوائل تفضل الليل يعني هسه يعني كل سنة احنا بالعيد نشوف انه اكو اكتظاظ هنا نوعا ما صار قليل. الأسباب أولا من مرتبة الأولى حرارة الجو، ثانيا أتكية المدينة كل مدينة العالم هي لها الأضاءة الألوان، الجو ليلة حلو، الناس تتعشى وتطلع وتجي، هذا القصد. هو طبعا اغلب الواسطين سافروا والناس ببقت وهذه، شلون نشوف العيد بواسط؟ لا لا لا، العيد دائما بواسط. احنا بمدينه العاب بس اول يوم التهاني والتعايد بين العوائل والخروج ومستلزمات التسوق وهذا، لكن بعدين لا، تصير اربع ايام العيد تكتظ، الكون هي المتنفس الوحيد للكوت، وبالاضافه الثانيه اول مدينه كبرى وحدائق ومتنزهات. اذا هذه اجواء واسط بالعيد، الكل فضل يقضي هذه الساعات بالحدائق والمتنزهات. هذه عودة إلى الاستوديو. كل الشكر الزميل حمزة لك ولكل من ساهم بصناعة هذا التقرير. طبعا هذه جولة كانت فعلا حلوة ومختصرة من محافظة واسط. مشاهدينا باقين ومكملين وياكم، راح نروح إلى فاصل أول ونرجع نكمل وياكم باقي المواضيع. مرحبا بكم مشاهدينا. في بغداد يزداد إقبال العوائل والشباب على المتنزهات، وخاصة تلك اللي تحتوي على حدائق كبيرة كنوع من الترفيه في عيد الأضحى المبارك، حيث تتشارك العوائل الفرحة والأكلات والتهاني وسط أجواء مليئة بالمتعة. نتابع هذه الأجواء بهذا التقرير اللي عدى لنا زميلنا علي مروان. مرحبا. تتنوع وجهات العوائل في العيد لقضاء أوقات ممتعة، فتكون الأماكن المفتوحة مقصد لكثير منهم. اليوم احنا موجودين بواحد من أبرز هاي الأماكن حتى نعيش الأجواء سوية. يلا والله أول كلمة احنا بالبداية نقول إن شاء الله يعمل على العراق الأمن والأمان، وإن شاء الله دوم فرحتنا. والله بصراحة هنا الأجواء حلوة، إحنا متعودين كل عيد نجي هنا طبعا تعب مشاوي وسوالف سمك وهاي السوالف، فوجدتنا هذا المكان أول شيء ناخذ أريحيتنا فيه. بغض النظر عن بعض الأماكن تسمح بدخول الشباب، هنا لا، هنا مسموح لنا وكل حريتنا لنا. الولد متعاونين اللي ويانا، الكادر اللي الحراسة اللي هنا متعاونين جدا ويانا. والله الحمد لله احنا اليوم جينا على حدائق جزيره، حديقه جزيره الحمد لله، جينا وجاب الجهال للعوائل. وطبعا انا شغل سوري، صار لي 2016 بالعراق،
الحمد لله جو كويس والأمان كل زين. ما بين رائحة الشواء ولمة الأطفال، تحتضن الحدائق عوائلنا الجميلة رغم ارتفاع درجات الحرارة، لكن تبقى لمة الأهل هي الأهم. والله الأجواء حلوة، بس ولو الجو يعني شوية حار، بس الأجواء حلوة يعني واحد يطلع يغير جو. تعرف يعني هنا ماكو مكانات يعني قوية يروح لها مثل يعني بس الجزيرة الزوراء، احنا نروح مولات، بس الأماكن المفتوحة يعني شوية هواء وعالم، واحد يشوف ناس ويغير جو وياكل أكل اللي يجيبه، يعني أحسن بالمولات إلا مطاعم شوية نبات أكل المطاعم يصير روتين، أكل اللي نجيبه يعني شغلات الشاي نسوي بيدينا، مكانات مفتوحة هواء شوية حلو. والله هم الأطفال أكثر شيء يحبون الألعاب ويلعبون طوبة يتمشون يركضون، فهي الشغلات يعني شوية يحببوها الأطفال. تجولنا وياكم وعشنا أوقات ممتعة برفقة أهلنا وناسنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تنوعت وسائل الترفيه اللي رغم بساطتها ممكن أن تغير من الروتين اليومي لأي شخص. كنت وياكم أنا علي مروان، وهاي عودة للزملاء بالاستوديو في مالا. شكرا جزيلا علي. يمكن علي هذا العيد راح لأغلب المتنزهات حتى للجامع راح، ما خلف علي علي لأغلب المتنزهات وكل الأشياء الترفيهية راح لها. بس استمتعنا جدا بهذا التقرير أمانة، عشنا هذه الأجواء. يمكن إحنا بسبب درجات الحرارة ما نقدر نروح، وحتى العوائل يعني يمكن متنفس لهم ولكن حر. حتى هذه الفعاليات شفنا يعني وقت التصوير هو بعده يعني بعد ما شويه الشمس بدات تغرب، يعني الناس فعلا ما تقدر تكون موجوده بهيج اماكن. هي احنا تم تحذير واكو تحذيرات عن درجات الحراره، فبالتالي حتى لازم الكل ان يكون يختارون الوقت الصحيح اللي يروحون، لان تعرفين انت الاشعه اللي قاعده تصير اليوفي جدا عاليه وبالتالي راح تسبب اضرار للبشره وللعين. نعم اكيد نتمنى كل السلامه لمشاهدينا. وعلى ذكر درجة الحرارة، فإحنا تقريبا في جنوب العراق أكيد درجات الحرارة تكون عالية، البصرة، ميسان، ذيقار وغيرها من المحافظات، بالتالي كل هاي الأشياء تزامنت مع حلول عيد الأضحى المبارك. العوائل عندها كثير من الفعاليات تحب أنه تقضيها أكيد داخل الأماكن المغلقة ممكن، أو زيارات بين الأهل والأحبة داخل المنازل وغيرها من التفاصيل، بس هذه الأماكن تبقى هي المتنفس الوحيد للعوائل، ممكن يكونون خارج الأماكن المبردة بعد غروب الشمس مثل ما تحدثنا. أكيد ما يمكن أنه يمر العيد وما ممكن أنه يكون موجود نوار العيد بدون ما نشوف شنو آخر الأخبار في محافظتنا العزيزة البصرة. الزميل سعد قصي أكيد راح يكون موجود ويانا بنور العيد ويرفدنا بآخر التفاصيل وآخر الأخبار اللي تخص أهلنا في البصرة. سعد عيدك مبارك، والبارحة سمعنا يقولون أنه البصرة يعني هي بس صاير عليها بس أنه أخبار أنه هي ماخذة درجات الحرارة العالية، بس بالتالي أكو محافظات درجات الحرارة أعلى عندها. مرحبا سعد، عيدك مبارك. صباح الخير، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله العيد سعيد عليكم، يعود عليكم بالصحة والسلام والعافية. احنا في البصرة استقبلنا العيد، او العيد استقبلناه طبعا بدرجة حرارة عالية جدا، يعني اقتربت درجة الحرارة تقريبا من 50 درجة مئوية. هذه الأجواء الحارة وأشعة الشمس اللاهبة خلت الناس نوعا ما تتجنب أن تطلع في أوقات الصباح، خصوصا إلى يعني الحدائق العامة، الأماكن الترفيهية المكشوفة، كورنيش شط العرب، فتلجأ أكثر العوائل أن تقضي أوقات العيد خصوصا في الصباح في الأماكن المغلقة، كما نحن اليوم يعني متواجدين في هذا المكان التراثي الذي تفوح منه رائحة الماضي، عبق الماضي والتاريخ. هذا المكان الجديد هو أحد ملاذات البصرة أو سكان البصرة وعوائل البصرة إلى هذا المكان للاستمتاع على أنغام الموسيقى. تسمعون هنا
صوت العود، أيضا فنانين يتواجدون، يعني هذا الملتقى خلينا نسميه عائلي ثقافي متنوع. كنت أنتظر صاحب المكان صاحب الفكرة، لكن حتى يوصل أن نلتقي في بعض الناس اللي موجودين في هذا المكان الجميل، في هذه الطاولة، طاولة الفن والثقافة، لدينا فنانين، عازف عود، رسامين، ورسامة من إسبانيا ترتدي الحجاب حاضرة معنا اليوم في البصرة. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا، حياكم الله، ونرحب بكم قناة يو تي في، شرفنا بلقائكم ومنونين معكم حبيبي. عرفنا بحضرتك وحدثنا عن أجواء العيد كيف كانت. الفنان محمد العراقي أو محمد الموسوي، رائد الفن العجمي بالعراق. طبعا أجواء العيد هنا بالبصرة شبه مغلقة أصبحت، يعني بسبب درجات الحرارة المرتفعة، فصارت زياراتنا للأقارب محدودة، وأغلبها اعتمدت على التليفون معايداتنا، يعني حقيقة حرمتنا الحرارة هاي من أجواء العيد، فبقينا نلتقي بالمكان المغلق بس بسبب التبريد. حتى بأوقات المساء من الناس تتجنب تطلع حم حرارة، يعني مستحيل، حتى بالمساء بالليل ما يقدر تطلع، لأن الجو حار كلش، بالذات يعني ملتزم فنانة أجنبية، فمن الصعوبة أنه تطلع درجة حرارة 30. فرق. على ذكر الفنانة الأجنبية، هي من إسبانيا حسب ما عرفت، ممكن نسألها كيف وجدت أجواء العيد في البصرة؟ هي تزورها لأول مرة أم زارتها في وقت سابق؟ يعني مرة ثانية. تمام تمام، تحدثنا عن انطباعاتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi nombre es Sol Marianch, soy diseñadora. Hablando de la festividad, maravilloso, genial, todo en Irak es genial. La festividad, la cultura, el arte, las personas, los hombres son, las mujeres son hermosas, los hombres son buenos. Yo me siento muy contenta en Irak, de verdad. Y sobre todo acá, que tengo la oportunidad de estar en Chenachil al-Basra, de Hashi Rezar. Me cuesta un poquito, pero shueye, shueye. شنو انطباعاتها حسب ما ذكرت لنا بالإسباني؟ تقول لك أنا فنانة اسمها مريان سانتبانياس، هي إسبانية مقيمة في أمريكا الجنوبية. أجواء العراق بصورة عامة كلها جميلة، الناس جميلة، المناسبات اللي عندكم جميلة، أشياء رائعة يعني ما متوقعتها هنا كانت موجودة. بس أنا ألتقي هنا بهذا المكان، هسه حجر إسان، فمتحف حلو ويذكرنا بالتراث، وأجواء الحرارة مأثرة عليها، بس الأجواء العراق بصورة عامة والناس العراق يقول لك عندهم نوع من اللمسة الفنية حتى بحياتهم الطبيعية. نعم. نتمنى لكم عيد سعيد، كل عام وانتم بخير. أشكرها بالنيابة عنا باللغة الإسبانية. شكرا سياس بوردت قناة يوتيوبي. شكرا. Quiero decir una cosa pequeña. Es un orgullo para mí como descendiente española, settled en América, Suramérica. Me siento muy orgullosa de ser musulmana. Me siento muy orgullosa y quiero que todo el mundo lo sepa. Que ser musulmana no es nada malo, es estar más conectado con Allah subhanahu wa ta'ala. قلت أنا باعتباري مسلمة جديدة وعيش بأمريكا الجنوبية، في عندي رسالة أوجهها للعالم كله، أنه لا يصور أنه المسلمين والعراقيين ناس سيئين حسب ما عندهم الصورة، لا بالعكس، جدا رائع الدين الإسلامي، جدا رائع، والمسلمين جدا رائعين، والعراقيين جدا رائعين. شكرا لهذه الرسالة الجميلة، شكرا جزيلا. معنا أيضا الأستاذ ريسان، كل عام أنت بخير، يسعد الله صباحك. حسينا عن أجواء العيد، شلون استقبلتوها على وقع الحر؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم قناة يوفي، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. والله يعني جاي أشوف الأجواء، يعني العالم مبتهجة وفرحانة، حاولون نسوون أجواء فرح بقوة للناس. الله، أكيد أكيد. طبعا إحنا اليوم كمتحف ومطعم شناشيل البصرة حريصين على هذا العمل، طبعا جاي أشوف يعني إنه هسه العوائل البصرية والعوائل، يعني عندنا ضيوف من أسبانيا، وعندنا عوائل سورية، وعندنا من بغداد، من كل المحافظات طبعا موجودين، جاي أشوف الفرحة الابتسامة
العازف. صارت الناس تلجأ للأماكن المغلقة تشوفها ملاذ خصوصا بظل جو العيد الحار؟ أكيد والله أكيد والله، لأن تعرف الأجواء حارة بصراحة، واليوم يعني لازم أنه يردون أنه يوم مكان بارد، وفضل الله سبحانه وتعالى مثل ما جاي يشوف الأجواء أنت هنا، شوف العالم كله فرحانة يعني ما شاء الله أجواء حلوة. احنا نكمل جولتنا همين، نعم. نعيد ويا الناس نسألهم طبعا مستمرين وياكم، خلي نستطلع أيضا آراء الناس الحاضرة والمستمتعة بجو العيد. كل عام وانتم بخير، يسعد الله إن شاء الله صباحكم. احشونا على أول يوم العيد شلون كان؟ احنا طبعا اليوم ثالث قسم رابع، هذا الاختلاف حلو همين. والله لو أحكي لك أول يوم العيد مالتي يعني تنقهر علي. بعيدا عن القرار، احكي لنا عن اجواء الفرح، شلون كان العيد، شلون استقبلتوه؟ والله كنت ادرس يعني انا صريحه كنت ادرس اي ما كان عندي اليوم بدا العيد اليوم زين. اول يوم عندي اليوم اول يوم العيد شلون كان؟ والله يعني رغم انه الجو حار اوكي بس زين. يعني اليوم كان حلو واستمتعنا هوايب يعني. وين طلعتوا؟ وين رحتوا؟ وين عيتوا؟ اكيد بالبدايه يعني رحنا لاهلنا لاجدادنا شفناهم عيدناهم، بعدين بالمطاعم. أيوة. حصلت عيدية لا؟ أكيد من أهلي. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، صحة وسلامة عليك وعلى الجميع إن شاء الله يا رب. الله يخليك. احكي لنا عن أجواء العيد، أكو مصموطة أول يوم لو لا؟ مصموطة بشهر رمضان يعني أول الناس هم يقول لك تاكلها بعيد الأضحى مرات. الجو حار وهي مالحة ما ترحم كلش، بس أكيد أجواء العيد حلوة بزيارة الأهل أكيد وتجمع الأهل، يعني هي عيدنا بشوفة أهلنا وأولادنا سالمين والحمد لله والشكر. أكيد طيتي عيديات لا؟ أكيد 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 طينا عيديات واستلمنا عيديات طبعاً والحمد لله والشكر. الحمد لله، الله يعيدكم إن شاء الله. ايضا ويانا اخوه من سوريا بعيدين عن الوطن لكن هم ايضا بوطنهم، كل عام بخير، احكوا لنا عن اجواء العيد في البصره. وانت بخير يا رب، نعاد عليكم وعلى الجميع واهل البصره بالف خير. ما حسينا بالغربه ابدا، بالعكس يعني اجواء البصره بالعيد كان جدا ممتازه وراقيه كانه بين اهلنا. استمتعتوا بالعيد؟ طبعا الاجواء يمكن بدمشق بسوريا الحراره اقل نوعا ما. طبعا يعني بسوريا في شوية يعني الجو بيساعد، هون شوي حار بس يعني هيك أجواء مثل هيك مطاعم فأكيد يعني شنو اللي يختلف العيد بالعراق عن سوريا؟ شنو الأجواء بالعادة بسوريا أيام العيد اللي تصير اللي ما شفتوها هنا؟ يعني تقريبا نفس الأجواء، ماكو شيء يعني العراق وسوريا بلد واحد أكيد بكل الأجواء نفس الشيء أكيد. شنو الأشياء اللي تفتقدها يعني بالبصرة مثل كنت عايشة بسوريا؟ بالحقيقة نحن عايشين بين أهلنا وناسنا، إن شاء الله ما في شيء فاقدينه. الأجواء ممتازة جدا وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. الله يعودك إن شاء الله. هم تنطون عيديات مثلنا؟ أكيد إيه. نفس الأجواء ونفس العادات ونفس التقاليد، شعب واحد. إن شاء الله. إن شاء الله. زين، عايدت الأهل بسوريا اتصلت عليهم؟ أكيد هي من صباح العيد، اتصلنا بالأهل بالأطفال بالأولاد بالعائلة. أكيد. كل عام وانتم بخير، الله يعودكم، وانتم فعلا بين اهلكم وناسكم. متواصلين ايضا وياكم عائله اخرى، خلي هنا العائله قبل شويه حدثونا. كل عام وانتم بخير. بخير ان شاء الله، صحه وسلامه للاهل. شلون الاجواء بالبصره؟ والله الاجواء يعني حلوه ويا الاهل وهي، بس المشكله حاره يعني الصبح والظهر، فالناس تطلع بالليل اكثر شيء يعني. اكثر شيء بالليل تتجولوا؟ بالليل. وين رحتوا بالليل؟ والله رحنا ابن العرندس بالشارع يعني الجزائر، الاماكن المغلقه تقريبا. اي يعني شارع الجزائر شارع يعني اكثر شيء. زين. لاخذ كل عام وانت بخير. انت بخير مثلا. شلون جو العيد وياكم؟ تحضيرات كليجه عيديه، هاي الطقوس بعدها موجوده لو اختفت؟ اكيد بعدها موجوده، وهي والعيد بلمه الاهل وهي بهاي الطقوس يعني. بدون هاي الطقوس ما العيد طعم طبعا. وين رحتوا عايدتوا؟ وين طلعتوا؟ هي القرايب، الاهل والقرايب يعني. يعني انت تدري الجو بالبصره حار كلش فهو تكون الطلعه بالعيد بس بين الاهل والقرايب والاماكن المغلقه بس. حتى تشردون من حر الصيف. اتمنى لكم عيد سعيد ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. شكرا. يعني زملائي الأحبة، احنا وياكم مثل ما شاهدتم. نعم. الناس رغم حرارة الجو تحاول يعني ان تستثمر الوقت، تغتنم الفرصة، تطلع تغير جو وتحتفل بالعيد سواء في الأماكن المغلقة او حتى من خلال زيارات العوائل.
نعم سعد، يعني احنا ممكن استمتعنا وقاعد نشاهد انه الاجواء اللي يمك كلها، واكو موسيقى واكو من مختلف الجنسيات وحتى من مختلف المحافظات مثل ما ذكر ضيفك الكريم. احنا جدا سعيدين بهذا التقرير، ولكن اريد اسالك ممكن قبل ما نختم هذا اللايف، انه احنا قاعد نشوف انه هل اغلب اليوم صارت التجمعات داخل المولات والاماكن المغلقه كون انه درجات الحراره عاليه، هل اليوم المتنزهات اللي موجوده والاماكن اللي على الشط هل اكو بيها هناك اقبال او لا؟ خليني اقول لك، امس انتشرت صوره يمكن في السوشيال ميديا كانت على ضفاف كورنيش شط العرب، كانما يعني هذا الساحل الجميل يعيش حظر تجوال بسبب ارتفاع درجات الحراره، كانت الناس قليله جدا يعني التي تتجول على ضفاف شط العرب، طبعا حتى في اوقات المساء يعني تغيب الشمس صحيح، لكن ايضا درجات الحراره هي ايضا مرتفعه، يعني احنا في هذا الشهر حزيران وصولا الى ايلول تقريبا، هي هذه ذروه الصيف، طبعا راح ينتظرنا ايام الرطوبه والشرجي، هذه الناس طبعا راح تكون حركتها قليله جدا، وتعرفون انه البصره هي من اكثر المدن في العراق او في العالم ربما تاثر بالاجواء المناخيه، بالتالي درجات الحراره من عام الى اخر نشهد ارتفاع يعني عالي جدا لها، وبالتالي هذا قلص من حركه الناس في اوقات الصباح و جعل أغلب الأعمال، حتى يعني نشوف أكثر الناس اللي عندها مشاغل أعمال بدأت تنقلها إلى أوقات المساء، يعني ويمكن من الصدف اللي هي غير سعيدة نوعا ما أنه هذا العيد جاء في درجة حرارة عالية. نعم سعد، حتى يعني أنت تتحدث والحديث نفسه يعني بالتالي على العاصمة بغداد أيضا ينطبق عليه نفس الكلام، وتقريبا المشهد متشابه في أغلب المحافظات العراقية. كل الشكر لك سعد قصي ولكل ضيوفك اللي كانوا موجودين ويانا بهذه التغطية من البصرة، شكرا جزيلا سعد. نعم شكرا. مشاهدينا الحديث عن درجات الحرارة ما ينتهي، يعني احنا مثل يعني هذا الموضوع مال تقريبا مو بس بالبصرة، بكل المحافظات. نعم. احنا يمكن من الصبح الى المغرب احنا نكون بالكافيهات بالمولات بالاماكن المغلقة اللي تكون بها، واكيد احنا اول ايام كانت مع الاهل، ولكن هذه الايام الاخيرة بدينا يمكن نطلع، ولكن نطلع بعد الغروب بعد مثل الغروب. ما كان ما شفنا به تقريرنا، انه حتى التقرير حاولنا انه نصوره ما قدرنا الا ما بعد شويه الشمس غربت، لانه حر درجات الحراره قاعده تكون 50 و49، يعني حر. وانا مثل ما قلت لك لحد الان انا شايله هم السابع والثامن. ان شاء الله يا رب تكون الاجواء شويه اهون، ما ندري يعني ما اعرف، بس انه الموضوع بالتالي يحمل شيء واحد اللي هو الحمايه والوقايه من اضرار هذه اشعه الشمس. صح، وانا دائما قاعده انوه على شغله يمكن مهمه، انه اليوم حتى العمال اللي ينظفون الاماكن او حتى المرور او غيرها مع هذا الحر لازم انه احنا يعني نساعدهم، مثل من نروح الاماكن المتنزهات او غيرها انه ما نخلي القمامه والاشياء ورانا، هاي جدا مهم النقطه، خصوصا انه يعتبر انه واحد يعتبر العراق كله مثل بيته، فما حد راح يحب انه يكون اكو قمامه او قاذورات في المكان اللي يقعدون فيه، فهي يعني صراحه دائما احنا ننوه عليها، خلوا دائما المكان اذا رحتوا له نظيف. حتى السيارة لا بأس أنه تكون نظيفة ويكون وياكم. أنت دائما تنوهين على هذا الموضوع، عندها مشكلة أنه ما حد يرمي القاذورات وتركز وتصور يعني. وأصور فعلا، لأن أنا أشوف في الشارع العام هواي ناس للأسف الشديد صحيح. تعتقد أنه الشارع هو سلة نفايات ويرمون أشياء كبيرة الحجم وغيرها من الأشياء من الجانب. زين أنت إحنا مثل ذكرتي أنت قبل أنت أخذتي عيدية صح؟ اي اخذت عيدية. اخذتي هدايا ولا لا؟ ما صار مبلغ كبير للاسف. انت هسه المفروض تعطين عيادي مو المفروض بالضبط المفروض اعطي هدايا ولا لا بالعيد؟ لا، لان احنا اكو تقرير سوته ان زميله شكرا بحلقتنا السابقه قلنا انه مو بس الفلوس حتى صح. الهدايا ممكن انها تنهدى بالعيد، وتنوعت الهدايا مثل ما ذكرنا يمكن تليفونات ورد حلويات او غيرها. رسائل كثيره اكو ممكن صحيح؟ ودائما احنا اكو الرسول يقول تهادوا تحابوا، احنا راح نكمل اكثر حديثنا عن هذا الموضوع، ولكن عن اتيكيت اختيار الهديه وشلون تكون هي صحيحه للشخص الصح، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا
اهلا بكم مشاهدينا. قبل الفاصل تحدثنا عن الهديه وتاثير الهديه على النفسيه واكيد على المزاج طبعا، واكيد هذه الامور تكون اكثر في الاعياد او المناسبات. مثل ما ذكرنا انه العيديه تغير شكلها من بعد الفلوس، صارت ممكن تكون على شكل اشياء ملموسه اكثر، ممكن يكون مثل ما ذكرت ديما ذهب او تليفون وغيرها من التفاصيل. بالتالي كل شخص ويعرف شنو اهتمامات الشخص المقابل حتى يهدي، بس شلون نقدر نختار هدية هي مو جدا مكلفة ولا ممكن انه هي تثقل كاهل هذا الشخص، بنفس الوقت تكون ذو قيمة عالية للشخص المهدى له. صحيح، احنا نتكلم عن اتيكيت تقديم الهدية، جدا مهم ولازم نراعي انها تكون رمزية ومعنوية بسيطة، ونبتعد عن المغالاة والتكلف والمظاهر. فمثلا انه احنا نعرف اكو حالة المادية للشخص انه ما تكون عندها ذاك القدرة، فاحنا من نهدي له هدية باهظة الثمن ما راح يقدر يمكن بعد شهور انه راح يحاول انه يرد لنا نفس الشيء، ولكن ما عنده امكانية انه يرجع لنا هذه الهدية. لذلك شنو هي الامور اللي احنا لازم نراعيها وناخذها بعين الاعتبار في فن اختيار وتقديم الهدايا في الأعياد؟ راح تجاوبنا ضيفتنا خبيرة الاتيكيت الدكتورة فرح غانم. يا أهلا مرحبا وعيدك مبارك. نور العيد وكل عام وأنتن بخير والعراق بألف خير وأمن وأمان وصحة وسعادة. وأحلى موضوع بنات بالعيد هو الهدية، ولا ننسى الكليتشة ويا الهدية. صحيح. وأيام العيد اللي أنا دا أشوف أسئلة كثيرة بعين ديما وآية، وتتساءل فعلا مثل ما ذكرتنا عن الهدية وتكلفتها والإمكانية، وهيهما أجدر عند الرجل أم المرأة أم الطفل. صحيح، احنا يمكن اليوم قاعد نتحدث عن الهدايا ومثل ما ذكرنا تهادوا تحابوا هي اصلا لازم تكون موجوده. اكو بعض الواحد يغتنم الفرص انه تكون اكو مناسبه فبالتالي يهدي الهديه. خلينا نتكلم عن اثر اهداء الهديه، خصوصا احنا نتكلم بهذه الايام العيد. احسنتي ديما، الاثر وهذا ما يكون الى صعود بالطاقه الايجابيه في نفسيه الشخص. وهذه أيام العيد بنات هي أيام إعادة إحياء العلاقات الاجتماعية بعيدا عن العالم الافتراضي، يعني إحنا مثل ما نقول لما تأهلنا يتم إحيائها بعادات وتقاليد وأعراف تبدأ من العيدية اللي هي أهم هدية طبعا، والأطفال اللي دائما وحتى الكبار طبعا إنه إحنا نقول الهدوم الجديدة العيدية، اللمة، الغداء أول يوم العيد، حتى الزعلان ممكن إنه أنت شوفي أنا بعض الناس يقول أنا زعلان على هالشخص وهو شخص مفكر يرسل له هدية، فيمكن هو ما يريد يعيد إحياء علاقة تبي أو كان جرح قوي بي، لذلك يقوم بإرسال وتعبير ممكن هدية رمزية. وتعرفون الآن الهدايا كثيرة والهدايا مختلفة قيمتها عند المرأة وعند الرجل، والآن تعرفون إحنا ندعم الشباب والشابات أصحاب المشاريع الصغيرة أيضا، أنه بدت هناك بيجات، بدت هناك أشياء يعني تبين هواياتهم، ممكن ترسلين باكج ورد، عطر، أشياء تحبها المرأة، يحبها الرجل، يحبها الطفل، يحبها المراهق. وأكو ناس تقول لا أنا ما أنا وجودي هدية. شوفوا أكو بعض الناس يقول لك أنا وجودي هدية، يمكن لذا تقولين المرأة تقول له هذا للرجل أنا وجودي هدية، قد أنه ممكن ما نقول يبتسم، يفضل البعض منهم أنه يلمس شيء من المرأة. وأيضا المرأة تحب كثير الاكتفاء، الاكتفاء العاطفي والمادي والاحتواء. يعني تقولين الرجل يحب الهدية الملموسة والمرأة؟ يعني أنا اللي بعض الرجال، وهي دراسات وإحصائيات أنه عادة، لحظة حبيبتي، المال يرفع طاقة هرمون السعادة عند المرأة بالدرجة الأولى. لا هواية شا ترفع هرمون السعادة مال الذهب. الذهب إلى دور كطاقة إيجابية للجسد، يعني اكثر، لان يعني الفضه يصلح للرجل اكثر من المراه، يعني هذا شيء. الهديه واثرها انه اني حبقى مبتسمه، يعني اليوم اللي يذكرني هو بعيد او هو من وسط عائلي او هو زميل او صديق، يابا وشوفي انه الباب اندقت وجتك هديه ديليفري، ربما مو بس الاكل يوصلنا ديليفري، او توصلك هاي الهدايا اللي تكون بسيطه ورمزيه وتعبر عن احساس. ست فرح، تتوقعين بالسنوات القادمه او في السنوات القادمه ممكن يتغير شكل الهديه، ممكن تتطور اكثر من هذا التطور اللي موجود حاليا؟ يعني احنا قلنا الهدايا كثيره، طبعا هي اجمل هديه واكبر هديه هي الكلمه الطيبه وصله الرحم،
والتواصل، هاي هدايا لابد انه نحققها لان الهديه تخلق محبه. يعني اللي نشوفه بالسوشيال ميديا قد تصل هدايا سيارات فخمه، الماز، اشياء يعني ما يشيلها الخيال، منو بده يتاثر بها؟ الجيل الان فيبدي يتمنى ويقلد ويتاثر وقد يكلف الاخر. احنا شو نقول؟ الهديه قابله للتغيير على حسب الامكانيه. يعني اليوم مثلا واحد الله رزقه رزقه حلوه والعائلته فكان معتاد على هديه معينه كل سنه، يغير الهديه بالافضل، لكن مو ينضغط عليه على مود الهديه. الهديه انه انت تروحين اليوم الدار المسنين والايتام تعطين هدايا عيديه، ملابس تشتريها. الهديه من تقومين باعمال حلوه. يعني اليوم وجود البيبي احنا دا نقول والخال والعمه ولمتنا بيوم العيد وايام العيد على الصينيه وسواليفنا العراقيه وحكاياتنا وكلامنا، وجودنا هديه ايضا لبعضنا. لان وجود ناس في حياتنا هي رزقه من الله، هاي هديه. نتحمد الله هديه ايضا. يعني شيء اخر اريد اقوله، اللي تتغير مستوى هديته من سنه لاخرى هذا هو اصلا يبدا الذوق عنده وبروتوكول التفكير يتطور نحو الافضل. يعني شكو بيها اذا اليوم هديت ايه ورده السنه المقبله هديتها شيء معبر مختلف، كان يكون عطر ماركه، يكون حقيبه، يكون كذا. الاطفال الهدايا ترى بنات ترى اكثر شيء الاطفال يفرحون ايضا بالهدايا بشكل اللي ينتظرون طرق الابواب والهدايا. وحتى هاي تزرع وتنمي عندهم احسنتي تنمي عندهم عاده ثقافه الامتنان، من اكون ممتنه، شكرا، من ذوق. يعني احنا دائما نقول حتى عاده العطاء انهم يكونوا العطاء. شوفي احنا دائما نقول الام تحاول تخلق ماده الثواب والعقاب، مو صحيح هذا الشيء؟ فايش قد حلو لما توعد اطفالها انه بكره عندكم مثلا اشتغلوا اعملوا ادرس بكره عندكم هدايا، حتى المعلمه والمعلم والاستاذ. فالهديه رجاء هاي رساله لبعض النساء ولبعض الرجال، الهديه مو بقيمتها الماديه العاليه، المهم انت تذكر الشخص الزعلان اللي عايش وياك، البعيد، القريب، الكبير بالعمر، الناس. الهديه هي لمة أهل أيضا، وممكن أنت تعملين أشياء حلوة بالبيت. طيب دكتورة فرح، بالحديث عن هذه الأشياء والهدية، إحنا يمكن كل اللي ذكرناه حاليا عن أهميتها وشنو تعطي أثر، إحنا خلينا ندخل بتفاصيل أتيكيت اختيارها وبعض التفاصيل مثل كتابة البطاقة أو غيرها، كيف ممكن إنه أنا أختار هدية وتوصل للشخص بيمكن أفضل طريقة. يعني خلي أقول لكم بنات سر، أنا دائما توصلني للبيت هدية كلش أحبها، وأغلب متابعيني على السوشيال ميديا يعرفون أنا عاشقة الورد. فمن يوصلني الورد يعني مع البطاقة، تلاحظي البطاقات تغيرت الآن، الكتابة، الخط، طريقة التعبير، ممكن تحطين شوكليت، تحطين أشياء شوفي بالورد. وصلتني مرة مغلف الورد كله بالشوكليت، حتى يعني استغربت على الإبداع والمهارة في تغليف الهدية. هذا التغليف احنا دائما نقول شوف اول ما يبدي المظهر يغوينا، يعني نقول هذا شو داخل هذا الباكيج الصندوق الهدية. فمن تجيني هدية قيمتي مهمة صح، لكن اللي يذكرني وما يترك، بالذات أنا زعلانة مقهورة حزينة، يجي على بالي رزقة انه هاي الهدية وصلتني بطريقة مختلفة، فأثر الهدية تنعكس على النفسية. الهدية بالتالي هذا حديثك ممكن يخلينا نفهم انه هي ما يعني محتكرة فقط في المناسبات. ابدا ابدا احسنتي ايه وديما. شوفوا الحب، السعادة، الهدية، تغيير الجو، النفسية تشتغلين عليها، انت تهدين، انت قد تهدين نفسك هدايا ديما. يعني لاحظوا بنات احنا ما ننتظر من الشخص الاخر هدية ايضا. اني اعتني بنفسي هدية، اشتري شيء نفسي هدية، اشرب قهوة هدية، اروح ازور آية هدية، اروح اسوي خير هدية. ترى احنا مو بترقب الهدايا، احنا مع الشخص اللي يذكرني ويعرف قيمتي ومكانتي وتعبي. وخلي نقول هالعلاقة على الزوج والزوجة، ترى كلش تفرح هواي الزوجة لما تشعر انه زوجها مفكر اليوم يشتري لها هدية، او الزوج مفكر انه الزوجة تشتري، او الاولاد، او سفرة، او نزهة. بمعنى اليوم اني ما اربط الهدية بمناسبة، لكن اني اقول اعيد احياء ترتيب تبادل الهدايا بالورد، بالامور الملموسه، بالكلمات، لا تكتفي مسج الكتروني واتصال. العيد ما هو مسج الكتروني، العيد طرق ابواب عيديه،
لما أشياء كثيرة. نعم دكتورة فرح، يمكن ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي أنه واحد يقدر أنه ما يهدي فقط، يهدي بأوقات معينة بجميع الأوقات. أنا أريد أسألك، أنت ذكرتي أنه حتى الزوج وزوجته أو غيره، نعم. عادة أو في مرات تكون أكو خصام، فبالتالي يمكن أحد مثل أنت ما ذكرتي بداية الحديث أنه يهدي شخص على مود يقل هذا الخصام أو يروح، نعم. أو ينمح. فبالتالي لو نفرض أنه شخص أهدى لشخص هو زعلان منه، وهذا الشخص رفض أنه يستلم الهدية، شنو الحل أو شنو المفروض أنه يسوي؟ يعني أنا دائماً آية وديما شقول أقول يكفي شرف المحاولة. أنا اليوم آية زعلت مني، ديما زعلت مني، صار خصام بيني وبينهم، وإذا على مستوى العلاقات العاطفية أنا أطلب إعادة تأهيل مستوى العلاقة. يعني بمعنى اليوم أنت مسافة بعد بينك وبين هذا الشخص، زعلان منك، ما احكي ويا هذا الشخص، أنا ما أخذ منه موقف. هاي دعوة بأيام العيد أنه نفتح باب التسامح، صحيح. باب الصلح. أنا اللي علي هديت الهدية، إذا تم إرجاعها أنا أبتسم ما أحزن، لأن أنا حاولت. لا تتضايق وتحقد. شوفوا هاي أسميها مثل العلاقات بين الأزواج، من ينتهي فدي يصير خصام أو انفصال لا سمح الله بينهم، يصيرون عبك أعداء. ما يفعل معيار الصداقة، لأن في أطفال بالموضوع. خلينا نقول صعبة على الشخص مشاعره وكذا، لكن أنا اليوم إذا راحت الآية هدية وما استلمتها وما قبلت اعتذاري وما قبلت تفتح لي باب، أنا يكفي باب الله مفتوح لي، أنا حاولت. يبقى يم مشاعرها وطبيعتها وتربيتها وشخصيتها. وأكو ناس لا بالعكس تكون زعلانة أول ما توصل هالهدية تبتسم مع الهدية، تقول يلا خلاص خلي أمشي. إحنا مع تقدم العمر والخبرة بنات والنضوج واصطدامنا بالشخصيات والتجارب وكثير أمور، هذا الأمر إيش حيأدي بينا؟ يأدي بينا أنه نتغير، نعم. في طباعنا. أكو جزئية جدا مهمة اللي هي قبول الهدية تحدثنا بيها، نعم. لكن أتكيت الاستلام الهدية، نعم. وشلون إحنا نستقبل هذه الهدية بالرفض، نعم. أو ممكن إبداء عدم الإعجاب، نعم. أو الإبداء أنه هذه مو قد المقام، مو قد المقام، نعم. إذا تفهمين قصدي، نعم. فشلون الشخص يقدر يتحكم بكل هذه المشاعر، صح. حتى ممكن أنه ما يزعل الطرف الآخر اللي أولاً أنه إحنا نقرأ سيميائية الوجه. إذا أنا أهدي الهدية أمامك وأنت عبرت عن امتعاضك وهاي تقول لي لحظة خلا مثل لكم مشهد تمثيلي، يعني أنه جتني هدية هاي شنو، مو مستوايا، مو هو قيمتي، ما تفكر ايش حيحس بالمقابل نفسيته من تحطيم. هو حاول وحاول يجمع المال وقد يشتري، حاول يعبر، هو مجرد ذكرك انت ابتسم وافرح انه على الاقل حصلت شخص ذكرك بهذا اليوم، هالمناسبة، عيد ميلاد، عيد، زعل، هجر، كذا، هو عبر. شوفوا بنات اكو ناس ما تقبل تتكلم هواي بأمور العواطف، لكن تعطي سلوك مترجم، هدية، عزيمة، سفرة، فشير يدي عبر، ما عنده قدرة على الكلام، عنده قدرة على السلوك، هذا شيء مهم. لكن إذا يجي واحد قنوع أمامك وتقول له والله عجبتني، والله حلوة، حتى لو ما كانت عاجبتك، لا تتصف يعني تتصرفين بطريقة الغرور، التعالي على الآخر، الكبرياء، والله مو مستوايا، والله شنو جايب لي أنا، هذا بسبب منه بالذات. خلينا نحذر هذا الجيل اللي دا يتابع المشاهير والانفتاح والتغيرات والمظهر، وأريد أشبه هاي، وأنا أريد هدية هاي، وهاي ماركة وهاي ترند. ماما بمجرد إنه توجد هدية بالبيت تجلب طاقة، صحيح. إضاءة الشموع هدية، البخور وتعطرين البيت هدية، وجود الناس الكبار بالعمر هدية، إن أتكيتنا بالأكل هدية، نعم. دكتورة في فيديو، حتى آية في فيديو أنا شفته، كان أكو وحدة قاعدة تقارن بين من أستلم الهدية، نعم. باليابان المفروض ما تفتحها دايركت لأن تعتبر إهانة للشخص اللي، نعم. مقابلها، بينما بالدول الأخرى إذا لازم تفتحينها وتعطين رأيك، نعم. فبالتالي هنا تختلف مفهوم استلام الهدية أو شون أني أنا يعني أفتحها أو لا، شون راح يكون يعني فتح الهدية تكيتها. يعني أحسنتي ديما، أنا أغلب الهدايا يعني توصلني وكذا وتعبر عن محبة صادقة، وأشكر كل محبيني ومتابعيني، حتى من يذكرني بالورد أو يذكرني بأي شيء بسيط أنا أفرح لأن ذكرني. أولا ما أفتح الهدية أمام أي شخص،
اخذ الهديه. طبعا ما ينتهي اللقاء او توصلني طبعا اذا وصلتني الهديه واكون وحدي هاي مساله طبيعيه، حيكون في مكاني وانا افتحها ومستمتعة واصورها واتشكر من الشخص، هذا حيرفع فعلا علاقه الاحساس، علاقه الروح انه دائما حكون على باله ويذكرني. لكن امام الشخص واجي افتح الهديه ويقرا تعابير وجهي، لا هذا ما يجوز. قد يطلب مني صاحب الهديه انه افتحها امامه حتى يقرا تعابير وجهي، فرحتي. لذلك احنا نقول لبعض، هو عاده يقولون الشخص اللي يهدي يفرح اكثر من نعم طبعا اللي يهدي يكون جدا فرحان، يكون جدا فرحان. ليش؟ لان حاول يوصل الرسالة أو مسج خفي، يا ذا أنت على بالي وذكرتك اليوم بهدية. ما يقبل أنا أفتح الهدية من نظرات عينه، قد هو يعطيني إعاز لازم أنا أقرأ أقول له، ممكن أقول له تحب أفتحها لو من أرجع للبيت، ممكن هو يشجعني أنه أفتحها، بس أنت لا تقدم له رسالة مشفرة أنه هذا الشيء ما عاجبك، بس الأتيكيت أنه هو ما يفتحها بالبيت، بالأتيكيت أرجع ويا الهدية وأكون فرحانة بها. وده شوفون هسه موديلات التصوير ويا الهدية والاعتزاز بالهدية، وأنت أصلا ترجعين مليئة بالطاقة طبعا. وهاي الطاقه نحكي عنها بالنسبه للرجل، شوفوا الاحجار الكريمه، الورد، صينيه الفواكه بالبيت، فتح النافذه، قراءه القران، علاقتك مع الماء، زياره الناس المحتاجه، اكو اشياء كلها بها طاقه. يعني دكتوره يمكن هو الامتنان بحد ذاته هو يعتبر هديه لكل شخص يكون عنده. احنا حابين نشكرك حبيبتي سعيده، احنا حتى طاقتنا بالاستديو كانت طاقة جدا جميله. انا احبكم هوايه، ويمكن انا اشوف وجودكم بحياتي هدية، وشكرا لفريق عملكم. شكرا. واليوم خلينا ننتظر الهدايا حتوصل للمتابعين مع العيدية للأطفال، لا تنسوا. شكرا، شكرا جزيلا دكتورة، سعيدين بوجودك ويانا. شكرا جزيلا. نعم طبعا احنا كنا خلال هذه الايام ممكن نقول لكم انه استثمروا هذه الاوقات للتهدون، ولكن لا تخلون اكو وقت معين ولا تخلون اكو احد زعلان منكم. مثل ما احنا ذكرنا ببدايه حديثنا تهادوا تحبوا، راح نختم حديثنا اكيد بتهادوا تحبوا. نكمل وياكم باقي الفقرات لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، موهبة الفذة وصوت الجميل كان بمثابة بوابة واسعة، ولج من خلالها إلى الفن وغيره. ومشاركاتها كانت عديدة، موسيقية وخلفة، كان عنده بصمة واضحة بكثير من المحافل وكثير من الأماكن. احنا أكيد استضفناه واستمتعنا به واستمتعنا بموهبته أكيد، وسمعنا كثير من يمكن الأغاني اللي تمثل العيد والفرح، وكان عندنا لقاء سابق به. احنا اليوم حبينا نعيد ونكرر هذا اللقاء ويانا بالاستوديو. نعم ديما صحيح، احنا بالعادة بأيام العيد مشاهدينا نحب دائما يكون مسك الختام مع الموسيقى ومع مواهب متعددة من شبابنا، ونحاول دائما نكون برفقتهم وندعمهم ونستمتع بكل الأشياء اللي هم دائما يقدموها لنا ويقدموها أكيد للشباب بشكل عام. هذا اليوم مسك الختام راح يكون معنا الفنان سيف سعد حتى نتحدث وياه عن آخر التفاصيل اللي تخص موهبته المهمة اللي احنا نعتز بها. موهبتي ونسمع أكيد طبعا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم. عيدك مبارك. عيدك مبارك، يومكم سعيدة كل عام وانتم بألف خير. أهلا بك. قبل ما نتحدث خلي نسولف عن شنو راح تسمعنا قبل كل شيء. يعني سماعي تريد آية؟ احنا شفنا يمكن راح نسألك أسئلة بس أكثر راح يكون سماعي. يلا أوكي، احنا نطلع قبل على الجو. يلا نسمع، بس نريد شي فرايحي. أكيد أكيد أكيد. يلا كورد الله. قالوا لي جاي العيد، قالوا لي جاي العيد، المن تعايد المن تعايد، ما درى وانت العيد، ما درى وانت العيد، وبقلبي قاعد وبقلبي قاعد. قالوا لي جاي العيد، قالوا لي جاي العيد، المن تعايد المن تعايد، ما درى وانت العيد،
ما درى وانت العيد وبقلب قاعد وبقلب قاعد. قالوا لي جاي العيد قالوا لي جاي العيد المنت عايد المنت عايد. ما درى وانت العيد ما درى وانت العيد وبقلب قاعد وبقلب قاعد. تقدر تقلي تقدر تقلي انت لتظل بالبال انت لتظل بالبال غيرك يولي غيرك يولي. قالوا لي جاي العيد قالوا لي جاي العيد المنت عايد المنت عايد. ما درى وانت العيد ما درى وانت العيد وبقلب قاعد وبقلب قاعد. شكرا سيف. يعني يمكن احنا اول ما بدينا بشيء سماعي اريد تحدثنا اكثر عن بداياتك بالفن ودخولك هذا المجال وشلون انت اصلا يعني اكتشفت هذه الموهبه عندك. والله هاي الموهبه يعني كانت عندي من الطفوله. يعني من الطفوله حسيت انه انا اقدر اغني اقدر اعزف فيك يعني شلون اقول ادندن بالاله الموسيقيه على الاورج على العود. فشوي شوي تطورت يعني الحمد لله لحد ما صارت زينه. حلو. صار كم سنه انت مع هذه الموهبه؟ والله يعني يعني من عمري 5-6 سنوات. حلو. لان طول هاي المده يعني ما شاء الله مده طويله يعني ما شاء الله. لا مو مدة طويلة راح تكبروني. لا يعني بس انت قاعد تقول يعني من 5-6 سنوات يعني تقريبا يعني صار لك مدة. هذه المدة يمكن تخليك انه انت بالفن وقلت انت عندك بعض الهوايات كعزف، هل فكرت انه انت تلحن؟ هل لك اغنية؟ اي والله يعني اكو بعض الالحان مثلا ملحن لي ملحن مطربين شباب. شنو هي الاغاني اللي يعني مثلا لحنت فد يعني مو هواي الحان يعني مثلا فد اغنيتين وطنية يعني للعراق كانت اتذكر يعني فدغنيتين هيك عاطفيات يعني محاولات حلوه. حلو. وين تعلمت وين صقلت هذه الموهبه؟ عند منو؟ اي استاذ؟ شنو تسمع؟ شلون حجمت هذه الاشياء؟ انا يعني اول ما وعيت يعني كنت اسمع الاغاني السبعينيه. طبعا يعني على الاغاني السبعينيه يعني وعيت على الاغاني الصعبه يعني هيك. حلو. اذا انت ما تعلمت عند استاذ او ممكن؟ لا لا ما يعني ما درست موسيقى بس انا يعني كعازف عود وعازف اورج بس ما درست موسيقى. حلو. عادي نسمع هسه شيء يعني تسمعنا؟ يلا سمع. ويا ريت لو شيء مثلا في اشياء قديمه انت ذكرت انت سامع من السبعينات او غيرها، في اشياء قديمه؟ انا عرفت ايش راح اطلب من اغاني السبعينات. يلا. سورست. مثل رمش عيوننا وعشرتك لينا حاس بينك انت كل العمر كل العمر وياما وسنين. حاس بينك مثل رمش عيوننا بعشرتك لينا حاس بينك
انت كل العمر كل العمر ويام وسنين وداعتك ذاك انت غالي بيبوس الوت حكينا وداعتك ذاك انت غالي بيبوس الوت حكينا حاسبينك حاسبينك انت كل العمر كل العمر وياما وسنينا. الله. الموهبة تحتاج إلى ممارسة، إنه شخص ممارسة وصقل يعني احنا نسميها بالضبط، إنه لازم إنه أنت ما تتركها، يعني عدد تمرين أنت لازم دائما تكون قريب من عدها. كل الأشياء لازم تحتاج لها تمرين، يعني من تترك يعني حتى الصوت، يعني إذا أبقى فترة ما أغني من أرجع أغني أحس بصعوبة. صحيح. لازم أتمرن كصوت صحيح. وكعزف. يمكن اليوم إحنا بالأعياد هي تكون موسم يكون في إقبال كثير للأشخاص اللي مثلاً في بعض الأمسيات تكون موجودة أو غيرها. يصير عندنا ضغط هواية. يعني. بالضبط يصير لود. فخلينا نتكلم عن شنو هي الفعاليات أو الأمور اللي قاعدة تقوم بها بالعيد، إضافة إلى أريد أسألك عن ذائقة اليوم العراقية بالأغاني. أسأل السؤال الأول. الأول. اثنينهم. ما هو هذا مرتبط بهذا. يعني نحضر أمسيات وحفلات عائلية. ونربط نفس السؤال على الذائقة، اكو جمهور يحب شيء وجمهور ثاني يحب غير شيء. لانه هي ليش قلت لك؟ لانه الامسيات هي اللي تبين شنو طلب الاشخاص بشكل مباشر تكون مع الاشخاص، فبالتالي هنا نحدد الذائقة برايك انه انت اليوم يعني 30% من الجمهور يحب الاغاني السبعينية. 30%. 30% وال 70% يحبون الاغاني الحديثة. زين احنا يعني سمعنا احنا سمعنا ال 30%، هسه نريد نسمع 70% الاغاني الحديثة. سوى كرد الله أتمنى روح تصير طيروا تجيكم وظل حد ما موت تفتر عليكم أتمنى روح الصير طيروا تجيكم وظل حد ما موت تفتر عليكم أتمنى روح الصير طيرة وتجيكم وتظل حد ما موت تفتر عليكم أتمنى روح الصير طيرة وتجيكم وتظل حد ما موت تفتر عليكم أتمنى روح الصير طيرة وتجيكم ولي طيرة وتجيكم وتظل حد ما موت تفتر عليكم تفتر عليكم أتمنى روح الصير طيرة وتجيكم ولي طيرة وتجيكم وتظل حد ما موت تفتر عليكم تفتر عليكم وخلص صبرها تارت بمرها روحي خطية اليوم ظلت بديكم خلص صبرها احتارت بمرها روحي خطية اليوم ظلت بديكم أتمنى روح الصيف طيرة وتجيكم وتظل حد ما موت تفتر عليكم على نسمع أكثر أغاني وعلى مدة الوقت أيضا. إحنا دائما نكون سعيدين بكل المواهب الشابة اللي تكون ويانا ونحاول دائما نكون قريبين من عندهم. إذا عندك شيء تحب تقوله قبل ما إحنا نختم فأكيد الدقائق إلك. إحنا يعني أقول كل عام وأنتم بألف خير وكل الشعب العراقي والعربي بألف خير وأشكركم طبعا على يعني دائما أنتم يعني سباقين بالمواهب مو بس الغناء كل المواهب
شكرا جزيلا لكم. شكرا سيف سعد، واكيد لي كان يرافقنا في الاورك. نعم شكرا لكم. شكرا. واستمتعنا بهذه الدقائق صراحه، وكانت فعلا يمكن مثل ما ذكرت آية انه الختام يكون ختامها مسك، وكان ختامها مسك. شكرا لك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا، احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع بقيه البرامج ونقول لكم في امان الله. في امان الله مشاهدينا، نشوفكم يوم غد ان شاء الله.